وللمزيد حول بيان هيئة علماء المسلمين في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. دكتور عبد الحميد هل تسمعني؟ نعم حياكم الله أسمعكم. أهلا بكم دكتور. في أي سياق يأتي إعلان الكاظمي حول إلقاء القبض على المتهمين بعمليات الاغتيال في البصرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدينا الكرام. يعني هذا الإعلان كما ذكرنا في بياننا هو يأتي في إطار صراعهم فيما بينهم، صراع الشركاء ومنافساتهم، وهذا نشهده دائما قبيل كل مرحلة من مراحل الانتخابات أو تصفية المناصب وتوزيعها. ولذا فالغاية من وراء هذا الإعلان ليس الكشف عن الجريمة ولا محاسبة المجرمين ولا الانتصار للمظلومين والمكلومين، ولكن هي قضية دعاية فيما بينهم ونوع من التصفيات. ودائما نجد أن دماء الشعب العراقي، دماء الأبرياء، هي الوسيلة التي يتاجر بها هؤلاء، وكما قالوا أنهم إذا اتفقوا سرقونا وإذا اختلفوا قتلونا. دكتور، إلى أي مدى شخصت هيئة علماء المسلمين في العراق والقوى الوطنية شخصت الجهات المسؤولة عن هذه الاغتيالات منذ حدوثها؟ نعم، الجرائم كثيرة طبعا، هذه نحن أشرنا وربطنا مع جريمة مروعة، يعني كانت لها مساس وعلاقة مباشرة بهيئة علماء المسلمين باستهداف أحد الأعلام من أعلام البصرة، كان وله كان دور كبير المرحوم الشهيد يوسف رحمة الله عليه. ولكن منذ ذلك الحين وكثير العشرات، بل لا نبالغ إذا قلنا آلاف الجرائم التي حدثت على يد الميليشيات وفرق الموت، لأنها ليست فرقة واحدة وإنما هي فرق، فقد شخصناها ووثقناها نحن والعديد من المنظمات المحلية والدولية، والعالم كله المنصف يعرف من الجنات ومن المسؤول عن مثل هذه الجرائم. لذلك هذا الكشف وليس جديدا، وإنما فقط هو أعلن أو أصبح بات على لسان هؤلاء المشاركين سابقا في مثل هذه الجرائم. دكتور، كيف يمكن تفسير إعلان الكاظمي من حيث توقيت قبيل الانتخابات المقبلة؟ نعم، كما ذكرت في البداية، والتوقيت هذا معهود ومعروف عند أبناء الشعب العراقي في قبيل كل مفصل من مفاصل الانتخابات أو مفصل من مفاصل تصفية المناصب وإعادة توزيعها ونحو ذلك. تأتي مثل هذه الأمور كنوع من أنواع الدعاية والإعلام فقط للاستهلاك، وربما كنوع من أنواع الضحك على الذقون سواء داخليا أو خارجيا. لكن داخليا تحديدا عند أبناء الشعب العراقي الواعي، فقد تنامى الوعي وبات معروفا للقاصي والداني أن مثل هذه الألاعيب لا تنطلي عليه. ما الأسباب التي تحول دون كشف الكاظمي عن أسماء الجهات المرتبطة بالمتهمين؟ وهل تتوقعون أنه سيكشف مستقبلا عن المسؤولين عن تغييب آلاف المدنيين أو قتلهم؟ يعني الأحداث السابقة التي حدثت، رأينا كيف أن مثل هذه الأمور انتهت إلى الإفراج عن المتهمين وتسويتها بصفقات سياسية، ونعلم يقينا والشعب العراقي يعلم أن الكلمة اليوم هي للميليشيات. ولذلك لا نتوقع لا نصرة للحق ولا انتصارا للمظلوم ولا اقتصاصا أو قصاصا من القتلة. وكيف يحاكم القاتل نفسه؟ لأنه هؤلاء الذين قبض عليهم اليوم هم جزء من منظومة متكاملة من الإجرام. فهذا هؤلاء الذين أعلن عنهم اليوم هم أفراد ضمن سلسلة طويلة وكبيرة جدا، هي كلها مشتركة بقتل العراقي بأجمعه ونهب ثرواته وانتهاك حقوقه. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، حدثتنا عبر الهاتف.